تسع سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة والجمهورية، ألقى بظلاله على محافظة حضرموت لا سيما ساحلها أيماء أثر، فقد أدى الانقلاب إلى تراجع كبير في الحركة التجارية، تراجعت إلى حد كبير، إذ شهدت قطاعات اقتصادية كميناء المكلا انخفاضا ملحوظا في الإيرادات نتج عنه بطالة لدى المئات من العاملين والتجار كانوا يعتمدون على الحركة التجارية البحرية. الضربات التي تلقاها من الضبة النفطي كان لها دور أو سلبي كبير على حياة الشعب، توقفت صادرات النفط وبذلك انعكست انعكاس مباشر على الحياة الاقتصادية للشعب، سواء كانت في رواتب الموظفين، سواء كان في الخدمات من كهرباء من مياه، تردد بشكل كبير، كذلك أيضا في مشاريع التنمية. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بتداعيات انقلابها على حركة ميناء المكلا التجارية، بل عمدت لاستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في المدينة بالطائرات المسيرة في نهاية العام الماضي، استهداف أوقف عملية التصدير للنفط الخام، ما كبد الدولة خسائر تقارب المليار والنصف سنويا، بالإضافة إلى تسريح الشركات النفطية لكثير من العاملين. ارتفع مستوى معدلات البطالة في المحافظة، لأن هناك نقل وشحن وهذا كل هذه عمليات التفريغ كلها وقفت، والناس سبلاي تشين تشتغل في هذه القطاعات كلها وقفت، هذا بالنسبة لمينا المكلا وأيضا مينا الشحن التجاري. بالنسبة للمينا ضبة مينا تصدير النفط، الشركات وقفت نشاطها، وبالتالي هناك العمالة الآن أصبحت في بطالة الآن عندنا مرتفعة كثيرة، لأن شركات الخدمات سواء شركات التنقيب أو شركات الخدمات كلها سرحت العمال في هذه الفترة. تعطل نشاط الموانئ في حضرموت واحد من أوجه تبعات يوم 21 من سبتمبر المشؤوم، وبات اقتصاد البلاد يعيش حالة انهيار مستمر، خسر خلال تسع سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي أكثر من 150 مليار دولار. معتز النقيب، يمن شباب، المقلة.